عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيكة ديال الحامض اللي كتجي خفيفة بزاف ولذيذة وأكثر من رائعة الفطور العيد إن شاء الله. على بركة الله عندنا في المكونات 4 البيضات، نص كاس العلبة ديال الحليب، كاس العلبة ديال السكر الخشن أو سكر سنيدة، كاس لاروب ديال الزيت النباتية أو الزيت الرومية، عصير حامضة درتها في الكاس وضفت عليها الماء حتى حصلت على كاس ديال الحامض، قشور ديال الحامضة محكوكة، دقيقة غادي نقول لكم شحال غادي يقطني من كاس العلبة، خنيشة ديال الفاني، جوج خمارات حمرين على وزن 8 غرام. دابا غادي نبدا لكم مع الطريقة. أول حاجة غادي ناخد واحد لوبول، غادي ندير البيض، بسم الله، بعض البيضات، غادي نضيف كأس العلبة ديال السكر سنيدة أو السكر خشن، اللي كيبغي الحلاوة يدير كأس ونص، ممكن يديرو كأس ونص ديال السكر خشن أو السكر سنيدة. هنا غادي نضيف الفاني وغادي نطربهم بالطراب الكهربائي. حتى نحصل على هاد النتيجة، يعني البيض حتى يولي اللون ديالو ابيض. دابا غادي نضيف الزيت شويه بشويه على شكل خيط باش ما يهبطش ليا هذا البيض اللي طلعت. غنضيف الحليب حتى هو بالتدريج مع التخلاط. من بعد غادي نضيف عصير الحامض، كما قلت لكم هنا عصرت حامضة وحدة ودرتها في الكاس وضفت ليها الماء حتى حصلت على كاس العلبة ديال عصير الحامض. دابا غادي نخدم غير بالدراب اليدوي. هنا غادي نضيف قشرة ديال الحامض، الكاس الاول ديال الدقيق ديال العلبة. هنا غادي نقول لكم شحال غادي تقطني في هاد الكيكة. هنا ندير الكاس الاول ونخلط غير بالدراب اليدوي. هنا درت الكاس الاول، هنا غنضيف الكاس الثالث، هنا غادي نضيف الخمارات، جوج خمارات حمرين، هما غادي نغرب لهم. هما غنضيف مازال واحد نص كاس ديال الدقيق باش نحصلوا في المجموع على 3 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق. ما خاصش العجينه تكون ثقيله بزاف باش الكيك يجينا خفيف.
بعد ما خديت الليمون دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. ضروري المول يكون شويه كبير ما يكونش صغير. وغادي نصب فيه الكيكه على هذا الشكل، نحاول نطلعوا البول. دابا غادي ندخلوا الفرن اللي فات لي شعلته على 160 غير من التحت، حطيت لعندي الكيك ويبدا كيتحمر من الجوانب، عاد نشعل الفوق باش يكمل الطياب ديالو. دابا غادي نحضر معكم الكريمه باش غادي نزين هاد الكيكه بالحامض. عندي هنا عصير حامضه كما درت في الكيك، الطريقه ديال الكيكه عصرت حامضه تقريبا كتوصل لي الربع، ضفت ليها الماء حتى حصلت على كاس ديال عصير الحامض. غنضيف على عصير الحامض 4 د المعالق ديال السكر سنيده، غنضيف كذلك اصفر بيضه، معلقه كبيره ديال مستحضر كريم باتيسيير او معلقه كبيره ديال النشا. غادي نضيف عليهم خنيشه ديال الفاني وغادي نخلط الكل. غادي نرضى فوق العافيه حتى تعقد عندي الكريمه ونطفي عليها. ها هي الكريمه ديالي بعد ما وجدات كي كتجي. دابا غادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال الزبده وغادي نحرك على الشكل حتى تذوب معنا الزبده. ها هي الكيكه بعد ما خرجتها من الفرن. دابا غادي نديرها في صحن تقديم باش نزينها بالكريمه. هو الشكل ديالها كي كتجي. دابا غادي ناخذ الكريمه اللي صوبت معكم وغادي نصبها على هذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه الحامض بعد ما درت عليها الكريمه وزينتها بالشوكولاتة ابيض محكوك، حكيته في الحكاكه الغليظه. دائما التزيين كيبقى اختياري، كل واحد يزين بداكشي اللي بغى. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها ان شاء الله في البيوت ديالكم. وما تنساوش تخليوا لي تعليقكم في اسفل الفيديو وديروا جيم وتبارطاجوا مع احبابكم والاصدقاء. الى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.